أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.